السياحه والنهضه في الآونة الأخيرة كانت المشاكل مع بعض الدول الأوروبية خاصة بعد كورونا، والمشكل اللي كان معروف ديالنا مع المغرب مع إسبانيا لحد دابا بلا ما رجعوا اللور، لأن تفتح الحدود وإحنا مقبلون على ما يسمى بعميس مرحبا 2022. نسمي هذا القرار وإلى آخر هذا راه زوين هذا، ولكن بالنسبة لنا إحنا شكون اللي غادي هاد الأبناء ديال الجالية اللي كيعانيوا منه؟ ما جوش الناس ابناء الجاليه اللي غيجيو، وثاني وحدين هما السائقون الدوليون اللي غادي يجيبوا هاد الناس في الحافلات ولا هاد الشاحنات ديال نقل البضائع، شكون غيجيبهم؟ بالطبع السائق الدولي كما قلت. هاد السائقون الدوليون لحد الان ما عندهمش تاشيره، وكنا سبقنا الى تعقلتوا شي هذه الاونه الاخيره كنا درنا وقفات احتجاجيه امام القنصليه الفرنسيه والقنصليه الايطاليه على هذا الباب، باقي دابا كنعانيو منه. وعاوز نزيدوا هذاك من الطامه الكبرى ان حتى الرونديفو اللي بغينا ناخذوه ما كنلقاوش، صافي هاد المهاجر اللي غنجيبو وهاد البضائع اللي غنجيبوها ولا غنديوها ما كنلقاوش ليها اللي غادي يجيبها. ملي كان راسلنا بزاف ديال الناس من بيناتهم القنصليات كنراسلهم، درنا وقت احتجاجيه بحال تا ماطور بحال تا ملوص بحال تا واحد ما بغات كد الحل. هذا المشكل الاول. المشكل الثاني هو ديال سميتو الشركات الملاحيه الناقله، استغلت الفرصه زادت في الاثمان. مثلا نعير كان قبل كان كيدير الفرد في الكار كيدير 130 درهم، دابا ولا 240 بحال قلتي الدوبل. كانت الكار كله اللي كنا كنخرجوه بشي 2000 درهم ولا 3000 درهم، كتبان صغيره ولكن راه كبيره، لان هاد شكون غيتحمل هاد؟ الا زدتي على الكليان راه كاين منافسه، غيمشي لبلاصه اخرى اللي ما غيمشيش معاك. وبطبيعه الناس ان هاد الناس كيفضلوا يجوا على الشاحنات، لان كيشي معاه الباكاج ديالو كيجي في الكار نقص عليه التكلفه كيجيب اللي بغى معاه. الحل المشكل الثالث هو ان قلنا المشكل ديال السواقه بعد التاشيره، وقلنا الناقل هذاك المحروقات متعارف ان بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه المحروقات طلعت، كنتسناو من الدعم ديال الدوله اللي كتقول لنا الا شفتي في التلفازه كتلقى ديما واحد الشريط مثلا نمشيو مثلا الاذاعه مثلا التلفزه المغربيه كتلقى في الشريط ان الدوله تدعم في الصدر. أما في الواقع عمرنا ما شفنا شي دعم، ولكن بحال ما هكا هو الشيء اللي كاين. تنهضروا باسم السائقين اللي هذه عامين هما موقفين على العمل بسبب الوباء، والحمد لله دابا الحدود تحلات وهذا تمنينا باش يبداو يستانفوا العمل ديالهم، ولكن مع الأسف التأشيرة ما تعطاتهمش. تطلبوا المحاوله مع لي كونسولا مي ما عطاهم حتى شي رد من شحال هذه، وما تطلبوا المواعيد ما كاين حتى شي موعد، والناس ديجا مضرين. انسان عادي عامين هو واقف ما تحركش، عندهم عائلات عندهم مصاريف عندهم شحال من حاجه، مي عامين هادي هما واقفين. دابا تنطالبوا بهاد لي كونسولا يحاولوا يعطيونا مواعيد للسائقين باش منهم هما يتحركوا ومنهم غادي ينفعوا حتى الجاليه المغربيه اللي تتفضل تدخل في الحافلات لقبه تكون عدد عائلات كثيره تيبغيو يجيبوا البضائع ديالهم وداكشي. الوغ هذا هو نطلبوا منهم باش يساعدونا ياخذوا هاد السائقين تاشيره.